كان الكلب ينظر إلى الجدار لعدة أيام، لذلك قام المالك بتثبيت كاميرا خفية. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة مراقبة حيواناتهم الأليفة عن كثب، فيمكن أن يكون سلوكهم نذير أحداث غير متوقعة. لقد حدث أنه في سن 29 عاش جورج ميلر بمفرده في مدينة كبيرة بعيدة عن عائلته. في بعض الأحيان كان حزينا بشكل لا يطاق، وقرر الرجل محاربة حزنه بطريقة ما، وكان يحب الكلاب ويعتبرها أصدقاء حقيقيين مخلصين للإنسان. لهذا السبب اختار كلبا كحيوان أليف. أخذ كروسبي من دار الكلاب المشردة، فحصل على صديق رائع وطيب. كان الكلب خفيف القلب ومؤنس للغاية. غالبا ما ذهبوا في نزهة معا في الحديقة، حيث استمتع كروسبي باللعب مع بقية الحيوانات. في بعض الأحيان كان يتحمس لدرجة أنه لا يريد العودة إلى المنزل على الإطلاق. قام الكلب أيضا بتكوين صداقات مع الحيوانات المجاورة، كلب وقطة. لمدة 8 سنوات بدوا معا، وفجأة انتهى كل شيء. مات كل من أصدقاء كروسبي في أيام متقاربة. كان الملكون حزينين للغاية، لكن حيوان جورج الأليف لم يكن أقل انزعاجا. حاول العثور على أصدقاء جدد، لكن دون جدوى. ثم بدأت تحدث أشياء غريبة. عاد الملك إلى المنزل وبدأ في منادات الكلب، لكنه لم يتفاعل بأي شكل من الأشكال. صرخ ميلر بصوت أعلى، ولكن بنفس النتيجة. كان الرجل خائفا من أن الكلب كان أصم، ولكن عندما دخل غرفة المعيشة لأول مرة حول كروسبي رأسه في اتجاهه، ولكن بعد ذلك التفت بعيدا مرة أخرى. لاحظ جورج أن الكلب كما لو كان مفتونا يفحص بقعة صغيرة على الحائط. لم يلاحظ أي شيء غير عادي. ذهب المالك إلى الفراش وكان الكلب هادئا. وأثناء الليل عطش جورج، نهض ليذهب إلى المطبخ ليشرب كوبا من الماء. عند مروره من باب غرفة المعيشة المفتوح رأى الملك كروسبي مرة أخرى وهو يحدق في نفس النقطة على الحائط. فكر جورج في حيوانه الأليف، لقد بدأ يخيفني. حتى أنه بدا للرجل أن سحابة حقيقية من الحزن معلقة على الكلب. في حيرة من السلوك الغريب للكلب قرر ميلر معرفة كل شيء. اشترى كاميرا يمكن أن تعمل بنجاح في ضوء النهار وفي الظلام أيضا. في المنزل قام بتثبيتها وذهب إلى العمل. قرر الرجل عرض تسجيلات في المساء، ولكن في صباح اليوم التالي تم اكتشاف شيء غير متوقع. عندما لا يكون الملك في المنزل لا يجلس كروسبي ويحدق باستمرار في الحائط، ولكن بمجرد أن دخل جورج ركض الكلب على الفور إلى الحائط، ويبدو أنه كان يحاول أن يقول شيئا لسيده. قرر ميلر إلقاء نظرة فاحصة على المكان ومحاولة فهم الموقف. كان كروسبي في مكان ما في المنزل، ولكن بمجرد أن جلس الملك في غرفة المعيشة ركض كروسبي إليه على الفور. وعندما مد جورج يده نحو الحائط نبح الكلب فرحا. ولكن ما هذا؟ تساءل الرجل. وفجأة سمع صوتا في الحائط مباشرة، ثم مرة أخرى أصيب جورج بالبرد من الخوف، ورأى أن قطعة من الخشب قد انفصلت وكسرت بقوة. عندها سقط على الأرض ثم عثر على ثقب في الجدار. قرر جورج أنه سيسر إلى الحقيقة ورفع يده إلى الحفرة. كان يلهث لالتقاط أنفاسه. حرك يده برفق إلى الداخل، وفي نفس الوقت بدا له أنه كان يتلمس شيئا لينا، لكن اتضح أنه مجرد قطعة من العازل. منذ أن حرك يده بدأت الأصوات أعلى كما بدت له في البداية، لكن كان ذلك حقا. شعرت أصابعه فجأة بشيء ناعم ودافئ. في هذه اللحظة أصدر كروسبي عواء خارقا وكأنه يسأل، لكن متى ينتهي هذا؟ أمسك جورج بهذه الرخوة وسحبها إلى الأعلى، وبعد فترة وجيزة خرجت يده من الحفرة بين الألواح المفكوكة من الجدار بين غرفة المعيشة والمرحاض، حاملا هرة صغيرة. لكن يا إلهي، كان يبدو كصديق لكروسبي الميت. كانت نسخة طبق الأصل، ومن غير المفهوم تماما من أين أتى وكيف انتهى به المطاف في الحائط. ربما قام كروسبي بجره بعيدا في مكان ما وحاول إخفاءه. نفض ميلر الغبار على القطة برفق
وتساءل ماذا يفعل الآن. لحسن الحظ عرف القط الصغير كيف يشرب الحليب ويتغذى. كان كروسبي سعيدا للغاية وتبع المالك مع الهرة. سأل جورج جيرانه وكتب إعلانا على أمل أن يكون هنالك مالك للقطة، لكن كل شيء كان غير ناجح. ثم أخذها ميلر إلى الطبيب البيطري. كانت الهرة بصحة جيدة لكنها لم تكن قوية. ثم قام أيضا بالنشر على فيسبوك لكنه فشل. أدرك جورج أنه سيتعين عليه تقرير مصير القطة. في نفس الوقت لاحظ الرجل أن كروسبي أصبح أكثر مرحا، ومع ذلك لم يكن لدى ميلر قطة أيضا، لذلك قرر أخذ القطة إلى الملجأ. لم يرفضوا، لكنهم قالوا أنه سيكون ضغطا كبيرا على القطط، لأنه يوجد بالفعل أكثر من 300 قطة في الملجأ ينتظرون منزلهم. وكبديل لذلك عرض على جورج وضع الحيوان في الشارع أو الاحتفاظ به. لم يتخيل ميلر ترك الحيوان بدون مساعدة، لذا أحضره إلى المنزل وأطلق عليه ليل راي. عندما رآهم كروسبي لم تعرف فرحته حدودا. بالنظر إلى حيوانه الأليف الذي أصبح نشطا وسعيدا، أدرك جورج أنه لم يكن عبثا أن أحضر راي إلى المنزل. بالنسبة له توصل إلى نتيجة مهمة، عليه أن ينظر عن كثب في سلوك كلبه حتى لا يفوت الشيء المهم الذي يريد إخباره به. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.